مع دخول هلال شهر ربيع الأول، تنصب طاولات بيع المفرقعات لها مكاناً في شوارع العاصمة. التيانتي، سكوربيو، وداعش آخر صيحات هذا الموسم. هذه داعش. أما دور داعش لا تمشي، كاين البيمو هذا لو يسميو فيه دوك البيمو، كاين الفلومبو هذاك تاع بكري تاني كعاودوا ديمونديو فيه، كاين تيانتي الكبيرة، راهم غاليين هذا العام. هذا العام راهم غاليين، بصح الناس تحب تشري وراهي تشري. وكما تقولوا البري شري. الألعاب النارية حاضرة وبقوة. البوق هو نجمها. أسعار المفرقعات إضافة إلى قانون العرض والطلب، فقوتها لها دور في ضبط بورصة ثمنها أيضا. هذه تدير 200,000، هذه تدير 420، هذه الأخرانية تدير 30,000. فهمت؟ الولد الصغير ما يقدر يشري والو، ما راحت ريحة المولود بكري. بريتاح أنا شريتها 150، دوك راهي تدير 220 يا. شريتها 120 تدير 220 يا. كل ما تكون حاجة شابة تكون غالية. سيناريو بات مألوفا لتكرره كل مناسبة مولد نبوي شريف. عنوانه مفرقعات بشتى الأنواع والأخطار تباع في العلن.